قالت دراسة مصرية أن تنظيم داعش الإرهابي يواجه مأزق البقاء في الصومال بسبب شح الموارد المالية، فضلا عن مطاردة جماعة شباب الصومالية الموالية للقاعدة لأتباع داعش. وأضافت الدراسة أن داعش فشل في تثبيت موطئ قدم له في الصومال التي سعى بشدة إلى إقامة دولته المزعومة بها، نظرا لموقعها الاستراتيجي وأهميتها في تأكيد وجوده في قارة إفريقيا وتثبيت صراعه وتنافسه مع القاعدة في شرقي القارة وشمالها. الدراسة المصرية التي جاءت تحت اسم تنظيم داعش في الصومال الواقع والتحديات قالت إن التنظيم يعيش مرحلة عصيبة وأن مستقبل بقائه في الصومال ليس سهلا، فجماعة الشباب الموالية للقاعدة ترصد أتباعه وتطاردهم في جميع أنحاء الصومال، مما يجعله لا يتمتع بحظوظ البقاء في ظل العداوة الشديدة بين التنظيمين التي بدأها داعش من خلال محاولات إغراء أفراد القاعدة في كل مكان للانضمام إليه. وأوضحت دراسة المصرية أنه مع ظهور داعش نشب خلاف بين داخل الجماعة بين مؤيد لمبايعة داعش ومعارض لذلك، الأمر الذي انتهى بظهور بعض الخلايا التي انشقت عن الجماعة وبايعت داعش، كان أبرزها جماعة جهبة إيست أفريكا، ولذلك لم تتوانى جماعة الشباب لحظة عن إطلاق وعيد قاس لمن يعلن ولاءه لداعش أو حتى يبدي تعاطفه معه، وهو الوعيد الذي تمثل في تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وهجمات ضد الأفراد المبايعة لداعش. ويرى مراقبون أنه بعد القضاء على المحاكم الصومالية أصبحت جماعة الشباب أقوى الفصائل المسلحة في الصومال، ويقدر عدد أفرادها ما بين 3000 إلى 7000 مقاتل، ويتبع أفراد الجماعة أساليب مشابهة لأساليب تنظيم القاعدة من حيث الاستهداف عبر العبوات الناسفة على الطرق أو السيارات المفخخة، هجمات انتحارية والقصف المدفعي. وأكدت الدراسة التي أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أكدت أن الصراع بين تنظيمي داعش والقاعدة اشتد حول كسب الولاءات، مشيرة إلى أن جماعة الشباب الصومالية تتمتع بنفوذ واسع يمكنها من أن تقوض جهود تنظيم داعش لبسط سيطرته على القرن الإفريقي، مضيفة أنه في ظل الهزائم المتلاحقة التي تضرب تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا، يواجه فرعه في الصومال تحديات كبيرة في التمويل وشح الموارد المالية، مما يعود بالسلب طبعا على مستقبل التنظيم في الصومال. نتحدث عن هذا الموضوع معي عبر سكايب من بون الألمانية، نتحدث بتفاصيله سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير. مع كل هذا ونقطة سنتابعها أيضا بسياق هذه الساعة أود أن أبدأ بها، موضوع تحذيرات بريطانيا من استخدام داعش للأسلحة الكيماوية، هل هو هذا الوقت، هذا هو الوقت الذي تلجأ فيه الجماعات الإرهابية لهذه الورقة سلاح الكيماوي؟ موضوع استخدام داعش إلى الكيماوي كان محتمل، وكانت هنالك أكثر من مواجهات، كانت هنالك مثل كوباني وكذلك في مناطق كردستان العراق، كانت هنالك أدلة إلى استخدام الكيماوي، كذلك أثبتت التحقيقات بأن هذا التنظيم يملك نوع من الدين وكذلك الخردل. ما يتعلق في بريطانيا هنالك سيناريو استخدام يعني السلاح الكيميائي خاصة في الأنفاق أو في مناطق مزدحمة أو مغلقة، ويبدو أنه الاستخبارات البريطانية عندما تأتي هذه المعلومات على لسان مسؤول استخباراتي فبالتأكيد هي قائمة على البيانات والمعطيات التي حصلت عليها الاستخبارات البريطانية من داخل هذا التنظيم أو من خلال مستشاري في العراق أو في مناطق أخرى. نعم. طيب، بموضوع النهج هذا الذي يعتمده داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، شن الهجمات العشوائية هذا كان آخر ما تبناه على الأقل هجمات اسطنبول. هذه الهجمات العشوائية ليست بجديدة طبعا، إلى أي درجة نتوقع أن تزداد في هذه الفترة التي يخسر فيها داعش وفق الشواهد على الأرض وكل الوقائع؟ ما يقوم به تنظيم داعش في عواصم عربية وغربية وآخرها اسطنبول هذا كان متوقع في الأشهر الأخيرة، وازدادت هذه بعد الاستعدادات إلى معركة الموصل، وكانت هنالك
يعني تصريحات أو العفو تعليقات من قبل قيادات التنظيم بأن التنظيم ممكن أن يخسر معاقله في الموصل والرقة، لكن هذا لا يعني انتهاء التنظيم. فلذلك هو يبدأ يتحول من استراتيجية التمكين ومسك الأرض إلى سياسة أخرى، وهو تحوله إلى بين مزوجين إلى منظومة يعني استخباراتية تنفذ عمليات إرهابية في عواصم غربية، وهنالك إجماع لدى الاستخبارات بأن هذه العمليات في تصاعد، والغرض منها أن يقوم هذا التنظيم في التخفيف عن معاقله، وربما تكون هذه العمليات أداة ضغط على العواصم والحكومات في تخفيف مشاركتها في محاربة الإرهاب أو محاربة التنظيم داعش. نعم. طيب، بموضوع المأزق الذي يعيشه داعش اليوم في يواجهه بالصومال تحديدا، نتحدث عن جهة مهمة جديدة، مهمة طبعا له كثيرا ويعتمد عليها. هذا المأزق ما مدى جديته بالنسبة للتنظيم، وكيف سيؤثر في بقائه، في وجوده في الفترة القادمة؟ تنظيم الشباب من الملاحظ انه بايع ابو بكر البغدادي بشكل متاخر، بعد ان كانت البيعه بيعت هذا التنظيم هو الى تنظيم القاعده، فاذا البيعه جاءت متاخره، وكان الغرض منها هو الحصول على الدعم وكذلك الى الترويج الدعائي او الاعلامي الى حركه الشباب. فاجد انه ضعف التنظيم الان وضعف التمويل تنظيم داعش وخسارته يعني قدرات البشرية، موارد البشرية والمالية، فبالتأكيد سوف تضعف الأطراف. وكأننا نشهد أيضا السيناريو التي اختفت به تنظيم القاعدة وفروعها في العراق وفي سوق قتالية أخرى من ضمنها شمال أفريقيا. نعم. ما الدول التي تتوقعون وفق استراتيجية وتاريخ الجماعات الإرهابية سيد جاسم أن يكون لها حصة في الفترة القادمة من تفجيرات داعش وأعماله الإرهابية؟ تبقى العواصم الأوروبية، يعني هذا التنظيم بدأ يركز على العواصم الأوروبية، وسط أوروبا أو يعني غرب أوروبا أيضا، يعني تبقى فرنسا، بلجيكا، هولندا، بريطانيا وكذلك ألبانيا من العواصم التي تكون أكثر استهدافا بالنسبة إلى الغرب. إضافة إلى ذلك تبقى العاصمة بغداد هي من أشد العواصم ربما استهدافا، كون انه توجد هنالك بعض الخلايا برغم وجود انجاز عسكري في المواجهات، لكن للاسف هنالك اخفاق امني واستخباراتي من قبل اجهزه الاستخبار يستغل هذا التنظيم في تنفيذها. فاذا طيب، العواصم الغربيه وبغداد ايضا تعتبر من العواصم المهمه، وانقره ايضا، نعم. طيب، انقره او تركيا. بما انه المزيد يعني بتركيا، وبما انه ذكرت فرنسا وبغداد ايضا، تصريحات واصرار ومتابعه في التصدي مثل ما قال اولاند اليوم من بغداد بانه القضاء على داعش يستغرق اسابيع وليس سنوات، هكذا تصريحات الى اي درجه تستفز داعش وتدفعه للمزيد من الارهاب؟ ربما هذه التصريحات هي تصريحات سياسية أكثر مما تكون تصريحات صادرة من فرق فنية معنية في مكافحة الإرهاب. فبالتأكيد هذا التنظيم يعني كلما صعدت فرنسا أو دول أخرى ضمن التحالف الغربي عملياتها أو مواقفها السياسية، بالتأكيد تستفز هذا التنظيم بتنفيذ عمليات أوسع. ولذلك نلاحظ من المتوقع أنه ربما يصدر التنظيم ربما فيديو أو شريط فيديو ممنتج في استهداف باريس مثل ما فعلها في استهداف ألبانيا وعواصم أخرى. نعم. شكرا جزيلا لك سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. شكرا جزيلا.